على رجيم المرزوقي لاعب الملعب التونسي والمنتخب الوطني التونسي، مرحبا بك على سبورتيان. على مرحبا يا عشوي. دونك على اول مره ظهور على الدين المرزوقي مع المنتخب الوطني التونسي، كان تحكي لنا اجمالا كيفاش كانت الانتيغراسيون في الجروب مع الاصحاب، اكيد مع لاعبي المنتخب الوطني التونسي يمكن الاقرب هما لاعبي الملعب التونسي، وان جينيرال تحكي لنا على الامبيونس كيفاش كانوا في الستاج نتاع ثلاثة ايام هذوما. عليه بون، والله معناها واحد يعرف اولاده اون جينيرال في ليكيب ناسيونال، معناها كرويين واحد يعرفهم في الستاج هذايا، معناها لونترونور كيما نقولوا لم باش في جروب يزيد يعرف بعض وكل شيء. بون عملنا تواجور اكثر من الكوتي معناها سبورتيف كوتي ميليتير، معناها قاعد يزيد يعرف اصحابه شكون يقربنا لبعضنا باش نعرف الجروب نتاع ليكيب ناسيونال كامل، معناها الى جي وكل شيء نزيد نقربوا لبعضنا في سان بليز امبورتون. عليه اكيد احباء الملعب التونسي فرحانين انه علاء الدين المرزوقي في المنتخب الوطني التونسي. يمكن كان تحكي لنا كيفاش كان الباساج من ستاد تونيزيان، كي سمعت اول مره اللي انت باش تمشي للمنتخب، وشنو هو الاضافات اللي باش تزيدك خاصه على المستوى الذهني؟ والله الحمد لله واحد معناها مشي من جمعيه كبيره اللي كنت نسيناها كما قلت عن ناول، قلت ان شاء الله نمشي من بيت الملعب التونسي وهذا خدم على روحه وفهمت وعاونوا اصحابه برشا كما تشوف، مش كان انا مشيت لكيب ناسيونال كذا صحاب من دمشق تونس ان شاء الله. واحد هذه بريمير ابارسيون معناها ابارسيون مع المنتخب، ان شاء الله واحد يكمل هكا ويعمل كارير باهي في المنتخب، ان شاء الله المستقبل خير. اكيد نتمنى لك كل التوفيق. عليك ان تحكي لنا السؤال الاخير، حظوظ المنتخب الوطني التونسي حسب رايك، انت عشت في وسط المجموعه، المنتخب الوطني التونسي نجم نقولوا اللقاء الاول والثاني سنين على سنين، لقاء ثالث مهم ومهم جدا نهار 10 ضد منتخب السنغال، اسكو عندكم فكره على المنتخب السنغالي؟ بطبيعه نعرفوا انه فما زوز لاعبين ماهمش باش يلعبوا ضد منتخبنا، كان تحكي لنا اجمالا كيفاش كانت التحضيرات؟ والله بون الناس الكل تعرف معناها توا معناها لعبنا زوج ماتشات ربحناهم، والناس الكل تعرف زاد الكاليتي نتاع ليكيب ناسيونال نتاع السنغال، معناها كيف ماهيش سهله بارمي لي ميور في الافريك، زاد نحن طموحنا معناها ظاهر معناها ان شاء الله نمشيو نعملوا نجيبوا انتصار مع هذيك، كي نبدا واحد يبدا نهارتها يبدا الجروب حاضر باذن الله قاعدين نخدموا باش نجيبوا انتصار مع السنغال ان شاء الله. شكرا لك عليه ومرحبا بك مره اخرى على السبورتين.